هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا. الأسبوع المقبل عم يزيد يرحب بكم في حصة خاصة بالامتحان. وبما أننا في شهر رمضان المعظم هناك كذلك فقرات خاصة بالشهر الفضيل. نتمنوا النجاح والتوفيق لكل أطفالنا. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا له، هيا نصفق ونغني له.